الجدي، كيف بده يكون أسبوعك من النهار التنين 12 لغاية 18 آب؟ بداية الأسبوع نشاطات اجتماعية نهار التنين وعملية بتتلقى الدعم من المحيط وأمنية بتتحقق بمساعدة صديق وبتنال الاستحسان من الجميع وفي سفر بطالك، ولكن كل هالأمور لازم تنجزها وتخلص أمورك المهمة قبل انتقال القمر لبرج القوس الساعة 3 مساء بتوقيت بيروت. هون هدول اليومين ونص بدك تنتبه فيهم، الأربعاء والخميس، من بعض الالتباسات. البعض يمكن يكون عنده خيبة أمل، إلغاء مواعيد، عرائيل، الأمور ما رح تكون لصالحك، ما في شيء سيء ولكن خالي من الحظوظ. ما بنصحك تعمل بدايات جديدة وتاخذ قرارات مهمة واجتماعات مهمة. من بعدها الجمعة والسبت القمر بينتقل عندك، بتتغير كل الأمور إيجابا، في فرح، في متعة، في مصالحات، في اهتمام بالنفس، والكل عم يهتم فيك والإطراء بطالك وخاصة من الجنس الآخر. ارتفاع بالحظوظ أكيد، وقادر تحل أي مسألة معينة كانت عالقة، وبتلاقي الدعم من محيطك، وبقول لك تعمل بدايات جديدة بكافة الأمور بتكون لصالحك. من بعدها أكيد نهار الأحد بيكون في عندك أمور تتعلق بعمل ومال، وبتهتم بعائلتك، ممكن تتلقى هدية وخبر يتعلق بعملك، ولكن خفف لي مصاريفك، وهيدا هو أسبوعك. أشوفك على خير.